السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قربت ارجع المليون حسابي الأول. يا الله يا كريم. ثلاثة متصلين. بنشوف مين. عندنا هذا Welcome to Hell. عندنا اوكي صاروا ثلاثة المفروض. وين الثالث؟ Welcome to Hell. هذا المتصل علي. ايوه علي. طيب علي يا علي. يا الله ما زال لديك مجموعات حر. ليش ما يتبرع؟ أنا ما أعرف. يلا بسم الله. ايوه الله يستر. ليش اخاف؟ ما اعرف ليش اخاف. ايوه عرفنا ليش اخاف. شوف كيف. اين البيكا؟ وين حاطين لي البيكا هذول الكلاب؟ رهيب التصدي. ساحر كهرب أمير ظلام وتبيكا متصورين. طبعا يمكن الإسبان يعني معنوياتهم أكيد يعني بعد الخروج من كأس العالم. شوف كيف ينسحبون مباشرة. طبعا ما له دخل اكيد. بس الاكيد انه اذا لعبت البيكا خلاص يكتمل الانسحاب. ما ادري ليش يعني صار اذا حطيت بطاقة كذا يروح للجهة الثانية. لازم تتأكد انك تحطهم يعني. انا احيانا بعض الاشياء الاساسيات احيانا انساها. بس هذه هي الحركة دائما غلط فيها. المفروض احط البطاقة شوي يمين. لا لا لا. طيب نفتكين من الحفار على الأقل. يا ليل
والله هي مشكلة والله. دمار أعصاب، هذه لعبة دمار أعصاب طبعا. الحمد لله. أوه. مرة تعب. الآن مليون. والآن خمسة ست ستة خمسة ستة واحد. والآن نشوف اللي ما يتبرعون. زورو ليش ما يتبرع؟ علي ليش ما يتبرع؟ ما أعرف. لا تسألوني، ما اهتم، عاد صرت اهتم. الى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله. يعني هي الطريق للسبع آلاف بيكون شوي صعب، لكن مباراة روعة.